طلب سكان ولاية النعم السلطات بضرورة تنحية الجدار الإسمنتي الموجود بطريق الوطني رقم 6 من المشرية إلى غاية عين الصفر على مسافة 100 كيلومتر. الجدار الإسمنتي يخفته الرمال وتحول إلى خطر يهدد أصحاب المركبات. داني مطماتي. يسبب لنا في خطوره وسلبيته اكثر من الايجابيه، الايجابيه تاوعه. ونتمنى من السلطات كطلب شعبي ينحوا لنا هذا الجدار، ما فيه خواطر كبيره وما سبب في حوادث كثيره، ورانا نخافوا. ودعمي باش تروح المشريه انت وعائلتك ولا في الليل، ومن يكون الزوابع الرمليه يعني عواصف شديده، رانا نخافوا. ودعمي رانا نخافوا، ما ناش نديبلاصو على خاطر فونسابل. نطلبوا من السلطات كسائق وكاع جميع السواق ينحوا لنا كمطلب شعب، مطلب شعبي ينحوا لنا هذا الجدار. والله لا راه فيه خطر كبير، وانا ديجا صرات لي حادث مرور راه عندي اعاقه منه كاع. احنا نعانوا من هذا الحاجز الاسمنتي اللي صار من نعمه الى تحول الى نقمه. هذا الحاجز الاسمنتي اللي يمنع مرور الرياح مما يتسبب في تراكم الرمال، راه يتسبب في حوادث مرور وخوف وهلع لدى مستعملي الطريق وللمواطنين. احنا اليوم طالبنا عدة مرات ورانا في مطالبة دائمة، رانا نطالبوا في السلطات العليا التدخل العاجل.